كده. والسؤال اللي بعده، عدد دول الوطن العربي كام؟ 22 دولة. مساحة الوطن العربي انتوا عندكم 13 سنة، ومساحة الوطن 13 مليون كيلو متر. من دول الجناح الافريقي، تعالى كده فكرها بيها، 10 دول افريقية، 12 دولة آسيوية. الجناح الافريقي أول واحدة طبعا ايه؟ نازل مصر. تحت مصر ايه؟ السودان. جنب مصر ايه؟ ليبيا. قلت هتكون ايه؟ الجزائر. تونس. المغرب. موريتانيا. وجزر القمر وجيبوتي ما تنساهاش. والصومال. واخر حاجه جزر ايه؟ البحر. لو انت حفظت ال 10 دول الافريقيه هتقدر تطلع ال 12 دوله الاسيويه. يعني السعوديه وقطر بحرين الامارات اليمن عمان كل اللي انا ما قلتوش الافريقي هيبقى في الجناح ايه؟ الاسيوي. دوله تقع في المحيط الهندي ركز فيها قوي في امتحان الشهر هيجي. أكيد هقول دولة جزر القمر أو القمر. أكبر دولة عربية كلنا عارفينها دولة الجزائر. وأصغر دولة هي دولة البحرين. كمل كلامك. الأهمية الحضارية للوطن العربي. قلنا ربنا ميز الإنسان بالعقل فشغلت دماغك وفي بلد تانية شغلت دماغها. إحنا عملنا أهرامات، العراق عملت تماثيل، في الآخر في أهمية حيث قامت عدة حضارات. قامت عدة دين حضارات. طب ايه الحضارات اللي قامت؟ هنقول حضارة مصر القديمة وكمان حضارة بلاد العلم. كمل كلامك يا استاذ. الأهمية الدينية للوطن العربي. انتوا عارفين ان احنا عارفين ان في ثلاث ديانات ربنا طبعا كان في ثلاث أنبياء بيهم. زي سيدنا موسى عليه السلام ده كان موجود في مصر. سيدنا موسى. سيدنا عيسى عليه السلام كان موجود في فلسطين. وسيدنا محمد خاتم الانبياء كان موجود فين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود في طبعا مكه الاسلام. هنا بقى قال لك طريقه سهله. قلت لك في مصر ممكن تروح جامع الايه؟ جامع الازهر. الازهر. قلت لك في مكه هتروح ايه؟ الكعبه المشرفه. هتروح في فلسطين كنيسه اسمها كنيسه القيامه. يبقى الأهمية الدينية بيها أماكن مقدسة، كعبة مشرفة، مسجد، جامع أو جامع الأزهر، وكمان كنيسة القيامة ومهد كم ديانة؟ ثلاثة. كنيسة القيامة ومهد ثلاث ديانات، الديانة المسيحية واليهودية والإسلام.